الأستاذة آلاء، أنت بتشتغلي مع الطلبة وبتشتغلي مع الناس اللي بيطلبوا وبتشتغلي مع أعمار ممكن تشوفي نعمة التعليم فيهم، إزاي ممكن تقدري تشوفي الحديث ده في عيون الناس وفي حياة الطلبة اللي أنت بتدرسي لهم؟ أنا بشوف إنه الوقت مع الأولاد، خصوصا لو احنا بنتكلم عن الطلبة أو لو احنا بنتكلم في المطلق، يعني هو الوقت عنصر في حد ذاته. الواحد لما مش بياخد باله منه بيحس إنه زي لما بنقول اللي هو أنا مش كنت في المدرسة امبارح، مش الجامعة كانت أول امبارح، فدايما بنحس إن الوقت بيجري مننا واحنا مش مدركين إن احنا كنا ممكن نستثمره بشكل أحسن وفي فرص طب خليني أسألك سؤال، أنا آسف على المقاطعة، بس جات في فكرة حاجة غريبة أوي في تناقض بنعيشه احنا. الوقت بيجري، احنا كنا في الجامعة، أنا فاكر، فكرتيني أنا لما كنت في الجامعة من زمان، من عدد من العقود يعني. فيعني فأنا لما كنت في الجامعة وفي نفس الوقت في ناس بيبقى الوقت عليهم طويل أوي، اللي هم الحزانة بيبقوا حاسين بطول الوقت. إيه المسافة ما بين الاتنين؟ مسافة إن أنا أحس إن الوقت عدى كده وإن الوقت مش راضي يعدي، ايه الفرق ما بين الاثنين؟ اعتقد في وجهة نظري انه هي نظرة الانسان للموقف اللي هو فيه او للحاجة اللي هو عايشها في اللحظة دي. يعني لو انا استثمرت الحزن اللي عندي وطورت من نفسي وخدت الحزن اللي عندي وبنيت عليه، عملت حاجة اتعلمتها، لو انا مثلا عندي حاجة معينة فقدتها فببني عليها ان انا بساعد ناس تانية ليهم علاقة بالفقد ده او حاجة شبه كده، لو انا استثمرت الاحزان وخليتها حاجة احسن ممكن تعدي عليا بشكل احسن. ان هما دايما بنقول برضو الوقت الحلو بيعدي بسرعة، فلو أنا يمكن عملت جمعت الحاجتين دول مع بعض، إن أنا خدت الحزن حولته لحاجة كويسة أو حاجة مفيدة، ممكن بعد كده أبدأ أحس إنه إيه ده الوقت عدى والوقت فات وإن أنا لازم أتعلم وأتطور وأطور من نفسي في واحنا بنحب الوقت يفوت ولا ما يفوتش؟ سؤال صعب. ما احنا جايين هنا عشان نتكلم في الحاجات الحقيقية، احنا عايزين الوقت يفوت ولا ما يفوتش؟ احنا عايزين الوقت يبقى مفيد، حلو قوي ده. يعني ما ينفعش الوقت يعدي مني وابص واقول. يمكن انا برضو عن تجربة شخصية دلوقتي في اوقات معينة بحس انه طب انا بس لو كان عندي وقت زيادة كنت هعمل، وانا دلوقتي في الفترة اللي انا عندي فيها الوقت الزيادة ولقيت انه انا ما عملتش. يعني كنت متخيلة ان انا ممكن اتعلم حاجات، اقرا كتب، بألف كتب، اعمل حاجات، لقيت ان ده ما حصلش. فلقيت انه هو انا مش الوقت. يعني حضرتك وكأنك بتشيري إلى فكرة إن إحنا لما الوقت بيبقى فيه حاجة مفيدة ما بنحزنش على فواته، ولما يبقى الوقت فارغ ما فيهوش حاجة مفيدة أظن بنحزن على فواته. أنا مظبوط. بقى عندي حاجة كده بحب أقولها دايماً، إن أنا ما عنديش فكرة الفراغ دي. يعني الحديث هنا عندي معناه إن أنت الذي تفرغ الوقت. صحيح. يعني الفراغ هنا معناه الوقت، والوقت ما فيهوش فراغ. يعني انت كل وقت عندك، ازاي كان اهل الله يقولوا ايه لما يجي الواحد يبقى فاضي كده، يقولوا وقت 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 وقت، يعني في عمل في الوقت ده انت لازم تعمله، اما شكر او نعمة او عبادة او تعلم او ممارسة او تجربة. فهم ما كانش عندهم فكرة ان في وقت ما فيهوش عمل.